بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، وإلى ديال لي ريكومبخوند. طبعا كنا قد وصلنا إلى هاد الصفحة، كما نلاحظ كنا قد وصلنا إلى لا لاتر إل. لا لاتر إل قلنا مينا لاف، كما لو فويون سور ليماج، قلنا مينا كي لاف، من التي تغسل. طبعا كما قلنا هذا لو فيرب لافي. كما عندنا هنا في هذه الجمله لا روب اي سال، فوالا روغاردي سي اون لا روب، اون لا روب، لا روب اي سال، اذن الفستان متسخ. مينا لاف لا روب، مينا لاف لا روب. طبعا كما قلنا، كما قلنا سي لو فيرب لافي، هذا فعل غسل. اما سولافي كما ذكرنا هي انك تغسل نفسك. سولافي مثلا نقول سولافي لي ما، سولافي لي ما، سولافي لا تيت، او مثلا سولافي لي بي. اذا انك تغسل اليدين. طبعا كما نقول انك تغسل نفسك اليدين، تغسل نفسك الراس، تغسل نفسك الرجلين، هي تقال هكذا. المقصود أنك تغسل نفسك، ولكن عندما نذكر اليدين لما، أو مثلا لاطيت الرأس، الرأس، أو مثلا لي بي الرجلين، إذا نتكلم عن أن الإنسان يغسل نفسه، ولكن يغسل فقط جزءا من نفسه، كما لو أنه يغسل جزءا من نفسه. إذا طبعا نتكلم عن سولافي، أما هنا فنتحدث عن لو فيرب لافي، يعني أن مينا لا تغسل يداه هنا، ولا تغسل رجلها، ولا تغسل رأسها، بل تغسل شيئا خارج عن جسمها. إذا نتكلم هنا على لو فيرب لافي، على عكس لو فيرب سولافي كما ذكرنا الآن، أنك تغسل نفسك. أو نكمل فنقول ماذا تغسل من نفسك. أقول مثلا إل سولاف، إل سولاف، يعني هو يغسل نفسه. ممكن أنه يستحم مثلا، ولكن عندما نكمل إل سولاف لي ما، يعني أنه يغسل من نفسه فقط اليدين. سنكمل هنا مع هذه الأسماء التي عندنا هنا. إذن prenons tout d'abord la première image comme nous le voyons. On a la tulipe. La tulipe. La tulipe. La tu. ماشي تي. تو. تو. ماشي تي. ما عندناش إي هنا بحال هذه. ولكن عندنا إي. إي. بحال غنذكر او، ولكن تنذكر اي، فتعطينا الصوت فنحصل على الصوت اي، فنحصل على الصوت اي. اذا نقول لا تي لي ب، لا توليب، لا توليب. اذا نتكلم عن نوع من الزهور. ثم عندنا لا ب لوت، لا ب، ما عندناش اكسون، يا غراف او ايغي او سيركونفليكس. تنشوفوا بان عندنا او في وسط الكلمه، ولكن ما عداش اكسون. سننطق هنا او، نقول هنا ب ب، لا بلوت، لا بلوت. اذا نتكلم عن كره او نتكلم عن كبه كما عندنا هنا، لا بلوت. ثم لان، ثم كلمه لان، لا بلوت، لا بلوت، لان الابوستروف. طبعا هنا عندنا لو، لو ان. طبعا عندنا واحد الشابونا، عندنا واحد لاكسون سيركونفليكس فوق هاد ا. تنشوفوا بان عندنا هنا ا، اذا ا سيت اون فويال. ثم عندنا او سيت اون فويال، ثم عندنا او سيت اون فويال. طبعا نحذف الاولى ثم نضع ابوستروف. اذا بدل ان نقول لو ان نقول لان، لان. إذا نتكلم عن الحمار. طبعا في المؤنث نقول لانيس، في المؤنث نقول لانيس. نتكلم عن أنثى الحمار، إذا لانيس. ثم عندنا لو لي، لو لي، لو لي. طبعا لا نقرأها لوليت، بل نقرأها لو لي. طبعا ذكرنا فيما سبق
بأن هناك فرق بين لو لي وبين لو لي، لو لي الحليب. طبعا الفرق هو هاد أ. ثم عندنا لا بال، لا بال، لا بال، إذا نتكلم عن الكرة. لا بال، لا بال. ثم عندنا لا ليم، لا ليم، لا ليم. ال اي تنطق لي، ال ا تنطق لا. ثم عندنا ام اف اخر الكلمه، اذا م، لا ليم. اذا نتكلم عن الاداه التي نشهد عليها الادوات الحاده كالموس الى غير ذلك، اذا نسميها لا ليم. ثم عندنا كما راينا فيما سبق لا مال، لا مال، لا مال. ثم عندنا لو ماتلو، لو ماتلو. اذا نتكلم عن البحار، نتكلم عن المراه او الرجل الذي يعمل بالباخره، اذا نسميه لو ماتلو. ثم عندنا ال اي كي سو برونونس لي، باي اكزومبل لا ليم، لا ليم، لا ليم، لا ليم، لا ليم، لا ليم. إذن كلمة لا ليم تتضمن ال اي، لا ليم كومبخون ال اي. ثم عندنا لو لي، لو لي. ثم عندنا لا توليب، فوالا سي لا توليب، لا توليب، لا توليب، لا توليب، لا تو، ماشي تي، تو، لا توليب. Après on a LO qui se prononce LO. Après on a LO qui se prononce LO. Par exemple, la pelote. La pelote. Voilà, c'est la pelote. Voilà, c'est la pelote. La pelote. Après on a le matelot. Le matelot. Voilà, c'est le matelot. C'est le matelot. Après on a LA, après on a LA comme exemple, par exemple la maladie, la maladie. نتكلم على المرض. نقول مثلا، نقول مثلا je suis malade. Je suis malade. انا مريض. Je suis malade. وبالتالي نتكلم عن لا مالادي، المرض. المرض هو لا مالادي. طبعا كلمة لا مالادي تتضمن ال ا. إذن ثم عندنا لو مالاد، لو مالاد، المريض. نتكلم عن المريض، الشخص المريض يسمى المريض. إذن نقول عنه لو مالاد، لو، لو مالاد، لو مالاد. بعدها عندنا كلمة لو، بعدها عندنا لو، لو بير، لو بير، لو بير، لو بير، لو بير. ثم لا بال، لا بال، لا بال، لا بال. إذا لو بير هو الأب، لا بال، فوالا سلابال. حتى لا نطيل نستأنف في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.